بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير. أحييكم وأجدد لكم التحية واللغة في صباح هذا اليوم، صباح يوم الاثنين الموافق 8 من شهر 1 لعام 2018 للميلاد. ضمن تحدياتي هذا اليوم وسباق التمهيدي 7 الخاص لسن اللقاية من مسافة 4 كيلومترات. ضمن هذا السباق هذا اليوم الذي ينطلق على أرضية هذا الميدان، ميدان سيف العرب أحد فروع ميدان المرموم في دانة الدنيا دبي، ينطلق على بركة الله وتوفيقه الشوط الأول الرئيسي الخاص بالإبكار لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل. نبدأ بمقدمة الشوط ونتابع الصدارة والمركز الأول اللي تصدرت الإبكار واندفعت على مقدمة هذا الشوط والمركز الأول. الشغيبة اللي تحتل المقدمة والمركز الأول بشعر هلال بن سعيد بن هلال الظاهري اللي تصدرت الجموع وانطلقت على مقدمة الشوط، بينما الانتقال مباشرة إلى المركز الثاني أجد الحذر بشعر ضاحي بن جمعة بن تميم المهيري تحتل المركز الثاني، بينما الدخول على المركز الثالث اللي وصلت في المركز الثالث وتقدمت هذه أيضا بنه بشعر خليفة بن حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي محتله المركز الثالث، بينما ننتقل إلى المركز الرابع. الرابع التحديات هذه هي قمرية بشعر أحمد بن عبيد بن راشد بن جمعة أو بريميع السموسي، نعم شعار نادر منطلق ومندفع مشاهدينا الكرام في هذا الشوط، بينما نتابع المركز الخامس. خامس التحديات هذه هي نقدة بشعار سالم بن أحمد بن الحوت العامري منطلقة على المركز الخامس، بينما في المركز السادس سادس التحديات هذه منصورة بشعار علي بن عبد الله بن سالم المسافري، بينما في المركز السابع تدخلت في هذه اللحظات هذه سمحة أيضا غادمة بهذا الأداء الجميل والمتميز اللي تعود ملكيته لمحمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي محتل المركز السابع، بينما في المركز الثامن هذه هي دبيس بشعار هلال بن سعيد بن هلال الظاهري، بينما في تاسع المراكز اللي تقدمت في المركز التاسع في هذه اللحظات مصيحة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عملية التضمير تعود مع سيف بن أحمد بن خريد السبوسي، بينما في عاشر المراكز شعار اليابري يحتل المركز العاشر ليقدم لنا هملولة ناصر بن راشد بن سعيد اليابري. هذه هي النتيجة مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء للعشر المراكز الأولى المنطلقة في أول أشواط هذا اليوم مع سن اللقاية ومعركة سن اللقاية في هذا اليوم. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول وإلى البداية الأولى اللي سيطرت على الجموع وتغود الصدارة والمركز الأول. هذه هي مسيطرة مع المقدمة قمرية، قمرية بشعار أيضا أحمد بن عبيد بن يميع السموسي ينطلق على مقدمة الشوط، بينما شعار بن غليط يحتل المركز الثاني يقدم لنا انطلاقة بن خليفة بن حسن بن عبد الله بن غليط الغفلي يحتل المركز الثاني ويغير إلى مقدمة الشوط، بينما في المركز الثالث هناك الواصلة في المركز الثالث اللي تقدمت نقدة نقدة لسالم بن أحمد بن الحوت العامري، بينما في المركز الرابع اللي تحركت من الجانب الآخر هذه هي سمحة لمحمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي، بينما في خامس المراكز الشغيبة غادمة بشعار هلال بن سعيد بن هلال الظاهري
ما شاء الله على هذه التحديات، على هذه المنافسة الغوية في أول الأشواط. الشوط الأول يجمع هذه الشعارات الملونة التي تنتشر في تحديات هذا الصباح الجميل، وبالحوت بالحوته انطلق، بالحوته طار مع هذه النجمة الممتازة اللي تسير هذه الأصيل. هذه هي نجدة، نجدة 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 سالم بن أحمد بالحوت العامري، والستمية متر الأخير هو بن مصلح غادما مع سمحة محمد بن مصلح من جمهور الأحبابية يصدر تعليماته. المركز الثالث، هذه هي قمرية مع المركز الثالث أحمد أيضا بن عبيد بن يميع السبوسي، ولكن المعركة طاحنة، المعركة طاحنة ما بين نقدة 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 وسمحة. يا سلام يا سلام، سلام سلام عليكم يا أهلي مدينة العين، يا أهلي منطقة زاخر. هنيا مشاهدين الكرام لسالم بن أحمد بالحوت العامري على فوز نقد وانتزاعها لناموس هذا الشوط لحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة هذا الفوز. المركز الثاني أتت في مشاهدين الأعزاء سمحة لمحمد بن مصلح بن جمهور الأحباب. المركز الثالث فأصبح من نصيب قمرية لأحمد بن عبيد بن يميع السبوسي. المركز الرابع، المركز الرابع فكان من نصيب بنا خليفة بن حسن بن عبد الله بن غليظ الغفلي. المركز الخامس كان من نصيب هملولة لناصر بن راشد بن سعيد اليابري. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز الأولى والتوقيت الزمني الذي تدون تحت أقدام نقدة. قطعت مسافة السباق في 6 دقائق و11 ثانية. تهانينا وناموس لأحمد أو سالم بن أحمد بن حوتة العامري، هنيا على اقتطافه لأول الأشواط، والسلامات تذهب إلى أهالي منطقة زاخر في مدينة العين.